عن القبة ومليانها يقول مختصون: إن قبة السهروردي واحدة من أهم القباب في تلك الفترة السلجوقية، وقد حدث فيها ميلان نحو الجنوب الشرقي بسبب طبيعة التكوينات الأرضية واتجاه الريح التي تهب من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، وهو أمر يحصل في العديد من المآذن والقباب المماثلة. ويؤكد المختصون في التاريخ أن القبة الحلزونية الموجودة في جامع الشيخ عمر السهروردي بناها المعماري حمد أبو بكر السلجوقي قبل 8.5 القرن تقريباً، وهي تتميز ببناء مثمن يتفرد بدقة التداخل والزخرفة البنائية مع بعضها البعض، ويبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار. هذه القبة هي من بين 6 قباب بنيت بالطراز ذاته في المدن العراقية، أبرزها قبة مشهد الشمس في باب جرجر في كركوك، وقبة ذي الكفل التابعة لمدينة بابل، وقبة الحسن البصري في الزبير في محافظة البصرة، وقبة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله في الشيخ معروف بجانب الكرخ من بغداد.